لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس طوبك ما أنت الحنان يشفيني. احبائنا اهلا بيكم، بنرحب بيكم في برنامجكم اشفيني، حلقه جديده وفرصه جديده ان احنا نيجي مره تاني ونصدق ونامن ونتاهل ونحط يعني الكتاب المقدس في مرتبه اعلى من اختباراتنا الشخصيه، ان المسيح يشفي، المسيح يحرر، المسيح يخلص. النهارده حلقتنا بعنوان لا بالحكمه الانسانيه المقنعه لكن ببرهان الروح. لو احنا نفتكر الاسبوع اللي فات احنا واخدين سلسلة دلوقتي في الرسائل، بنشوف ازاي ان يسوع لكل المجد ابتدأ الخدمة دي. حتى لما لوقا كتب انجيله بيكتب لثاؤفيلوس وبيقول له انا جاي اكتب ليك عن كل الحاجات اللي المسيح قالها وعملها، فكان في قول وكان في فعل. بنشوف ازاي الرسول بولس كمل الخدمة الجميلة دي، ان كلامنا وكرازتنا ما ينفعش تكون مجردة من القوة، وإلا احنا بنجرد المسيح والإنجيل والصليب من قوتهم. شفنا الأسبوع اللي فات رسالة تسالونيكي، وشفنا إزاي اتقالت الآية الجميلة جدا إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة وبالروح القدس وبيقين شديد. طب ايه رأينا النهاردة في رسالة كورنثوس؟ هنشوف النهاردة ايه اللي كان بيحصل في المدينة دي، امتى الكنيسة دي تأسست، نوع الخدمة كان عامل ازاي، وان الحاجة الغريبة جدا ان نفس الكلام الرسول بولس يرجع ويعيده مرة تانية، يقول لهم كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنع بل ببرهان الروح القدس. هنشوف النهاردة في الرسالة دي قد ايه التركيز كله في البشارة، ما كانش بس بالكلام المقنع، مش انا اقنعك عن المسيح، اقنعك بصليب المسيح، لكن بنشوف ازاي الكنيسة الاولى كانت بتتأسس في اماكن مليانة عبدة اوثان وسحر وشعوذة، وكانت قوة الصليب بتبان اقوى من كل ده، لذلك كانوا بيتركوا الاوثان وبيجوا ويأمنوا بالمسيح مرة تانية. اهلا بك مينا. اهلا بك يا فون، واهلا بكم احبائنا في كل مكان. والنهارده فعلا بنكمل هذه السلسله الشيقه اللي يمكن ابتدت من اسابيع ماضيه طويله جدا، ان احنا ابتدينا بعمل الروح القدس، شخص الرب الروح في الكنيسه الاولى، وازاي انسكب على التلاميذ وابتدوا يشهدوا لعمل المسيح. وقلنا الشهاده هنا مش معناها الكلام فقط، ولكن الاختبار وبرهان وتثبيت الكلام بالآيات التابعة. وعارفين ان احنا ما بنقول كده، بنقول ان ده مش بس اذا كان الرب يسوع نفسه بعد القيامة اظهر ذاته للتلاميذ 40 يوم، ولوقا الطبيب يكتب في اول سفر الاعمال انه مش بس كده، بيقول لتوفيلوس تلميذه وهو يظهر لهم 40 يوم ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. حب يثبت الآيات والعجائب والمعجزات اللي عملها بأمور إن هو يقول لهم يا جماعة رسالتنا واحدة وتوحدنا كلنا. لو كل العائلات المسيحية اتفقت على خدمة ملكوت الله أو ملكوت السماوات الذي يمتد من خلال كنيسته، فكلنا هنتفق ان ليس بالكلام فقط، ولكن زي ما في رسالة العبرانيين وإصحاح الثاني وكلمنا عن الموضوع ده الأسبوع اللي فات، قال كيف نهمل خلاصا هذا مقداره. ابتدى الرب بالتكلم به وتثبت لنا، تثبت لنا احنا
تلاميذه المؤمنين بإيه؟ بآيات، بعجائب، بقوات، بروح، بالروح القدس وقوة الروح القدس. ويقول كده: شاهدا الله معهم. يعني يسوع المسيح له كل المجد، ابتدأ العمل وبعد كده التلاميذ، وبعد كده ما بنقول التلاميذ بنقول حسب نص العهد الجديد كل إنسان في علاقة حية مع الرب الروح له شركة الروح وخلاص ونعمة المسيح ومحبة الآب أعلنت إلى قلبه، ده بيكون إنسان اسمه تلميذ للمسيح. أمين. والتلميذ النهاردة إن هو بيسلك حسب المعلم وبيسلك حسب تعليم المعلم، ليس بكلام فقط. وكلمنا من رسالة تسالونيكي الأولى الأسبوع اللي فات، وبناخد السلسلة دي إن ده تدريجياً إيه اللي حصل؟ عمل الروح القدس لم يفنى، لم ينقطع، لا ما وقفش أبدا في كنيسة الرب، ولكن دايما في كل جيل في ناس عطشانة للروح، الروح القدس اللي هو المياه اللي بتعبرنا 1000 ميل وتعبرنا إلى أعماق جديدة وتعبرنا إلى اختبارات وأعماق جديدة. اوعى تقفل الباب أبدا. أنا بتكلم لكل الناس اللي بتسمعني على جميع المستويات، لو راعي، لو مسؤول، لو خادم، لو شماس، لو خادمة، أنا بتكلم لكل شعب الرب. لما روح الله انسكب على الكنيسة انسكب على كل بشر، وده اللي بيحصل. وإحنا في نهاية 2016 وعايز أقول إن كل سنة يزداد عمل الروح القدس في كنيسة الرب مؤيدا الكنيسة بآيات وعجائب. فالنهاردة بناخد كنيسة كورنثوس وبناخد الرحلة التبشيرية التانية، وده الكلام ده مقارن بإيه؟ بأعمال، من أول أعمال 17 و18. فتلاقي الكتاب كل قصته إن في بشارة بملكوت سماوي بيجي علينا، ولكن ليس بكلام. بولس الرسول بيقول لكنيسة كورنثوس ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة، في ديناميت الكلمة، الكلمة اللي كتبها ناس مسوقين بالروح القدس لها قوة فعالة، هي بتدخل فعلا لمفرق النفس والروح وبتخلق حاجة جديدة جوايا. النهاردة ايه اخبار الكلمة؟ كلمة الله الفعالة اللي النهاردة بتنتج الى حياة ابدية، ومش بس كده بيجي الروح القدس، يبقى الكلمة والروح دايما بيعملوا في الكنيسة. ده من أيام المسيح له كل المجد ولغاية النهاردة، ولن ينقطع لغاية لما يجي تاني في المجيء التاني. أمين. مينا، برهان الروح، برهان الروح يعني في حاجات بتحصل خارقة للطبيعة مفيش اتنين بيقدروا يختلفوا عليها. يعني بكل بساطة، واحد بيكون أعمى عينه بتتفتح، أو واحد بيموت بيقوم، أو واحد عنده مرض جلدي ملهوش علاج بيخف. إيه اللي بيحصل؟ مفيش اتنين بيقدروا يختلفوا على كده. فيعني إيه لما بيقول لا بالحكمة الإنسانية المقنعة؟ لما بنتكلم عن الحكمة الإنسانية ده مش معناها الحكمة التعليمية أو الحكمة الذهنية، يعني ده مش معناها إن إحنا ما ندرس الكلمة، ولا مش معناها إن إحنا ما ندرس معاني الكتاب المقدس، لأ. لكن معنى كده إن ما ينفعش تكون خدمة معتمدة عليا أنا، يعني كون إني أنا مثلا متكلمة كويسة يبقى الخدمة كلها أنا شايليها، وأنا ما فيش أي، يعني أنا ما بخدش أي مخاطرة. يعني إيه ما بخدش أي خطورة؟ ما بطلعش وأقول يا رب أنا عايز أصلي لك، أو ما أقولش لحد أنا عايز أصلي من أجل ده. أنا بعمل خدمة يعني ما فيهاش اي نوع من ان اي حاجه تحصل فيها غلط. وده النهارده اللي الرسول بولس بيهاجمه، لان في الوقت ده كان في فلاسفه كانوا بيتكلموا احسن منه بكتير، وهو حتى بيقول لهم كده. لكن اللي كان بيميزه هو، واللي كان بيثبت انجيله هو، واللي كان بيخلي عبده الاوثان بيسيبوا الوثن وبيسيبوا السحر وبيجوا ينضموا الى الكنيسه بالالاف، كان ان هم بيشوفوا برهان حقيقي للروح. دي حاجة. تاني حاجة مينا، كتير بنقعد نتكلم عن ابليس. يعني انا حاسة ان ابليس زهق من اللي احنا بنتكلم عليه، بدل ما نقعد نتكلم عليه احنا بنقضي على عمله. يعني هو بيعمل ايه؟ هو بيجي علشان يمرض الناس وعلشان يتعب الناس، يجرب، وعلشان يجرب. فبيعمل ايه؟ بيجرب بمرض، بيجرب. واحنا عارفين كويس جدا اني المرض من مشتقات الخطية. المسيح على عود الصليب لما دفع ثمن شفاية، دفع ثمن خطيتي، دفع ثمن كل حاجة. إذن النهاردة الشفاء من حقي أنا،
كل الأعمال كل الأشياء تعمل معا للخير لأني أنا بحب الله. فالنهاردة في ناس يمينة بيحسوا جلتي أو بيحسوا مذنبين مذنبين إن هم يطلبوا شفاء. ليه؟ لأني فاكرين إن هو ده عقاب من ربنا، إما إن هم فاكرين إن ده سماح من الله وده مرفوض تماما، إما إن هم فاكرين إن ده إرادة الله ودي مرفوض تماما. لأن المسيح شفى، ومش ممكن المسيح يكون عنده انفصام في الشخصية، مش ممكن. المسيح عمل اللي شاف الآب بيعمله. فلو أنا عايزة أعرف إيه إرادة الله ليا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. عمل إيه المسيح؟ شفى. ما هي إرادة الله لحياتي؟ صالحة ومرضية. صالحة حسب الإنجيل. ومرضية بالضبط كده. ولذلك النهاردة دي حاجة أنا بعدي منها، فده اللي عمله بالضبط الرسول بولس. كمل في كل الرسائل بنفس الطريقة، خدمته لما كان بيروح مكان مش بالكلام الحكمة فقط بل ببرهان الروح والقوة. أمين. النهاردة ده يكون دعوتنا النهاردة، إن برهان الروح. النهاردة إحنا بنسمع وعظات ما أقدرش أحصيها، يعني أنت ممكن تخش على القناة قناة مسيحية أو أي ويب سايت لأي خدمة تلاقي وعظات ليس لها حد أو عدد في مواضيع مختلفة جدا. ويمكن إحنا بنقول إن التكنولوجيا واللي بيحصل في العصر بتاعنا ده جميل جدا واستفادة غير عادية، وباب ربنا بيفتحه لملايين من الناس بتيجي وبتعرف الحق، والحق بيحررها في المسيح يسوع، وبتنال فعلا عطية الخلاص بالإيمان، وبتعرف إن الإنسان ده مبرر مهما كانت أعماله كويسة أو شريرة، ولكن هو بر المسيح الذي بالإيمان. ولكن إن في نفس الوقت هو كلام كتير جدا، بنسمع كلام كتير جدا لدرجة الناس كتيرة بتقول أنا بفتح القناة ألاقي واحد بيقول الشفاء من ربنا، بفتح قناة تانية ألاقي موضوع تاني بيقول لا ده ربنا بيعاقبك وده صليبك وده مش من ربنا ولكن ده ربنا سمح بيه، وتلاقي أفكار كتيرة جدا جدا جدا. عايز أقول لك الحل اللي يجمع جسد المسيح كله مع مختلف وظائفه إن يكون لنا علاقة وشركة، لأن روح القدس يأخذ من مال الآب ويعلن لنا. إن يسوع المسيح نفسه قال كده في متى 13 إن أشكرك أيها الآب السماوي إنك أخفيت هذه سر الملكوت عن الفهماء والحكماء وأعلنتها للأطفال الصغار، لأن دي المسرة التي أمام الآب السماوي. الآب السماوي النهاردة يريد إنه يسكب من روحه على كل بشر، يريد، لأن ده موعد الآب للكنيسة إن في آخر الأيام، وإحنا في آخر الأيام من صعود رب المجد، إن إحنا شعار الكنيسة إنه قريب، إنه يأتي، إن يسوع آتٍ. فيبقى إحنا شعارنا إن إحنا منتظرين العريس، ولكن علينا عمل، وعمل شاق جداً وجبار جداً. المسيحيين الأوائل كان قدامهم اختيارين، يا إما ينكر إيمانه يا إما يستشهد للمسيح. هل العصر ده ابتدى يرجع تاني؟ عايز أقول نعم، إن كل اللي بيعيشوا بتقوى وحسب إنجيل المسيح يضطهدون حسب نص الكتاب في العهد الجديد. واللي احنا بنشوفه النهاردة اللي ابتديناه يسوع المسيح لو كل المجد ابتدأ بالعمل، وبعد كده كنيسته استمرت في هذا العمل، وبعد كده كل تلاميذه. ان قديس ماركوس قال كده في اخر اصحاح في رسالته في انجيله، قال كده ان هذه الايات تتبع المؤمنين. هل انا مؤمن النهاردة؟ عايزين ناخد الاختبار بتاعنا، الاختبار ده عشان يورينا ازاي قوة الله العاملة. وعايز اقول ان قوة الله العاملة مش بس في اختبارات جميلة بنشوفها مسجلة، ولكن قوة الله تعمل من خلالك ومن خلالك. تصدقي؟ تعالوا نشوف الاختبار ونواصل، ابقوا معنا. You hear the knock at the door, you hear the doctor kind of coming in, sitting down, and you can tell just by the look on his face that this isn't going to be good. It had been 6 years since Jordan Lawhead had surgery to remove the malignant melanoma on his neck. Now 23, he learned the cancer had returned. This time it was stage 4 and had spread to his brain and beyond.
It was in my head, it was in my neck, it was in my stomach, my back, my lungs, everywhere and growing. Even with treatment, doctors at Vanderbilt University Medical Center gave Jordan only 6 months to live. What you feel in that time is your heart is racing. And your mind is racing. You feel broken, completely broken and devastated and just reaching for whoever you can. And whoever you can, you're reaching for is broken too. Why him, Lord? Why not me? I would rather take his place and deal with all the suffering and the pain and agony and all of that, rather than have him go through it. Doctors immediately started radiation to shrink the tumor in Jordan's brain. They also performed 2 emergency surgeries to remove part of his bowel and his appendix. Then Jordan's life expectancy dropped to just a few days when doctors discovered a fast-growing tumor on his neck. It was threatening to pressure on his windpipe, you know, on trachea, which of course he would not be able to breathe and he would die immediately. Doctors felt Jordan's only hope was interleukin 2. The FDA considers it a black box drug, one that when used could be fatal. So we really were pushed into doing the risky treatment under even riskier circumstances. We had probably 2 days left to do it or not to do it at all. And it was in that moment I had to decide to believe that God has made us as individuals and not statistics. Jordan and his parents had been fervently praying for his recovery, and as word spread, Jordan heard from people all over the world. I had so many people praying for me. I was very fortunate to hear from them. I had old people praying for me. I had kids praying for me. I had strangers writing me, telling me, texting me that they were praying, asking God to intervene. I prayed for hours, and I prayed the Lord would have mercy, and everything that we had, every ounce of our faith was relying that this boy would be rescued. The tumors began to shrink after the first treatment, taking Jordan out of immediate danger. It was slightly surprising to me. It was surprising to my family, and it was surprising to the doctors. And when everybody's surprised and feeling positive and excited, slightly holding their breath, we're all like, let's keep going, let's keep fighting. Give me another dose of that horrible stuff because it's working, and I'm gonna go for it even if it kills me. Over the next several months, Jordan endured 3 more rounds of interleukin. Then 18 months after Jordan was diagnosed, he was once again waiting for the doctor's knock on the door. And they said these very interesting words. Jordan has had a confirmed, complete response. The heartbreak that we talked about, the pain, the physical pain, was redeemed. It was a confirmed, complete response to the drug, to the power of God intervening by all the people praying. It's been 8 years since Jordan was given 6 months to live. With only 2% recovery rate for these cases, Dr. Puzanov says Jordan beat the odds. He is now a 31-year-old man with no cancer visible in brain or in body. Today, Jordan is a songwriter and musician and runs youinspire.org, a website to encourage others who face similar trials. But most of all, he is grateful to a God of mercy who can be trusted. I believe it taught me to see him as he is and as I am, and that I need to be joyfully dependent on his mercy at all times. That I'm not in control, that he is, and that when I put my trust in him with every part of my life, whether it's my health,
my joy and career and plans and money and all of that, that I can be joyfully dependent on him because he is merciful and I have the scars to prove it. You're almost home. رجعنا تاني أحبائنا، وزي ما شفنا الاختبار وشفنا ازاي ان الإيمان والصلاة وان ازاي العلاج والطب ازاي بيتحدوا، مفيش تناقض أبدا، مفيش ان احنا أبدا عمرنا ما بنقول ان الإنسان اللي يتصلى ليه بإيمان وان احنا نثق في إلهنا ومواعيده وآياته وعجائبه وشفاءاته، ان أبدا عمرنا ما بنقول نوقف علاج. بالعكس، ده بيدي دفعة للإنسان. ده ياما ناس بشوفهم في مراحل متأخرة جدا، بنشوفهم من خلال الخدمة عندهم سرطان ويفقدوا الأمل ويقولوا خلاص دي أكيد إرادة ربنا ليا إن أنا خلاص تنتهي حياتي وأكون معاه في السماء. ولكن كم وكم لما إنسان فعلا بيقول أنا ناس صلوا لي ما عرفهمش، ناس كتير قوي اتحدوا معايا في صلاة، بابا زي ما احنا شفنا في الأول ابتدى يلوم ربنا ويقول ليه ابني، ما كنت أنا اللي جيلي المرض ده بدل ابني، ويقول قعدت فعلا ساعات أصلي له. وزي ما شفنا إن إزاي الله يضع في العلم وفي الأطباء وفي العلاج والأدوية المتاحة، ولكن في ثقة وفي إيمان وفي صلاة وفي رجاء، وإن إحنا فعلا لما الاتنين دول بيتحدوا مع بعض مش بنقول إن إحنا بنتكل على الدواء، ولكن بنقول بنتكل على الرب، وإن إحنا دايما بنستخدم كل المتاح لينا. ان احنا بنشوف ان لما يكون الانسان حياته فعلا في الايمان وان يكون بيمر بتجارب، وعارفين المجرب يأتي ليجربنا، الله ليس مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد، ويعقوب الرسول يفهمنا كده لا يقل احد يا اخوتي ان الله بيجربني بالشرور ابدا، ولكن يأتي المجرب ليجربني لانه قتال، لانه هو عايز ينهي على حياة اولاد الله والعالم كله لان دي طبيعته. ولكن في طبيعة لإله فعلا محب، ومحبته يعني تشمل الجميع مهما كان اخطى الخطاة او ابر الناس اللي بتعمل اعمال صالحة جدا، ولكن تأتي نعمته وإيده اللي بتيجي وتوجه فعلا، وتأتي المعجزة. وإن إزاي بنشوف إن ده ما فيش تناقض أبدا، فإحنا بنشوف ده وبنشوف معجزات تانية بتبقى يبقى الطب خلاص على آخره كده ما فيش أي أمل، وتيجي إيد ربنا فعلا في الهزيع الرابع ويبقى مجد لإسم المسيح زي ما شفنا في هذا الاختبار. أمين. والحاجة يا مينا اللي إحنا عايزين نوضحها إن الهجوم والحرب على الدعوة الذي خلصكم ودعيكم، فالنهاردة ممكن أنا أجري المسيح آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، جميل، فأنا خلاص خلصت أنا من جوايا رجاء إن أنا رايح السماء. المشكلة بعد كده إني أنا في على حياتي دعوة، ربنا عايز يتمم ويحقق في أنا وفي حياتي وعود معينة، ولذلك اللي احنا ناخد بالنا منه ان بعد ما اتشفى عمل ايه؟ يقولوا ان هو بقي سونج رايتر، يعني هو كان بيكتب تراتيل وبيلحنها، وعمل ويب سايت علشان يساعد الناس اللي بيمروا بظروف. هو ده اللي ابليس كان عايز يقتله، ابليس كان عايز يقتل الدعوة اللي هتيجي من حياة الرجل ده. ولذلك النهاردة ليه احنا بنصلي من اجل شفاءات؟ لاني انا لما تشفي بيبقى لي اختبار، اول ما انا يبقى لي اختبار خدمتي بتبتدي، لاني بكل بساطة حتى لو انا مش عارف اي حاجة في الكتاب المقدس انا ممكن اروح لاي حد من اي ديانة تانية واقول لهم بكل بساطة انا كنت اعمى والان ابصر. والجميل قوي يا مينا الايه دي بالذات بتتروحن، يعني ناس كتيره بيتكلموا على لما بيجوا للخلاص يقول انا كنت اعمى، لكن لما الايه دي اتكتبت ما كانتش متروحنه، ده كان واحد مولود اعمى جسديا ويسوع فتح عينيه الجسديه. فالنهارده ربنا عايز
ربنا مهتم جدا بجسدي. ليه؟ لاني انا على حياتي دعوه، والدعوه دي ربنا عايز يكملها من خلالي، زي بالظبط الكتاب لما بيقول على ابونا ابراهيم مات وهو شبعان ايام. فاحنا هنموت هنموت، لكن بالنسبه لنا الموت هو انتقال، لما انا اكون عجزت وكمان اكون انا يعني بنتقل بكل بساطه. لكن وانا صغيره ربنا عايز يشفيني. ليه؟ لاني انا على حياتي دعوه. ولو الكنيسه فهمت ده وتحركت في ده، هنشوف ان فعلا سفر الاعمال لم ينتهي. هنشوف ان فعلا الكنيسه الاولى الرب ابتدى، التلاميذ كملوا، وكل المؤمنين بعد كده. عشان كده زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت في رساله تسالونيكي، ان القديس بولس الرسول لما كلمهم قال لهم ان الخدمه بتاعتي مش بكلام، ولكن قال لهم ان انجيلنا لم يصر بكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد. في يقين، هو ده البرهان اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، ان في يقين، في يقين للإيمان، في ثمار للتوبة، في شيء ملموس في الملكوت. ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. لو أنا قعدت أكلم الناس بس عن جمال يسوع وحلاوة الإنجيل والأخبار السارة، وفي ناس تعبانة وفي ناس مرضى وفي ناس عايزة تتحرر من أرواح وفي ناس يعني مسلوبة وعدو الخير سالبها، فإن أنا يعني بلمس جزء بسيط جدا من الأخبار السارة، ولكن الأخبار السارة تشمل الفداء الخلاص المقدم في المسيح، وهو يشمل أيضا شفائي الجسدي والنفسي أيضا. فإن احنا النهاردة ما نقدرش نجزأ الإنجيل، ما نقدرش نجزأ رسالة الخلاص. هو ده اللي احنا بنحرث عليه قوي، يعني ان احنا فعلا بنصلي من اجل كل اخواتنا حول العالم عشان ده، عشان رسالة الملكوت تكتمل. تكتمل ازاي؟ من خلالك ومن خلالك ايضا، من خلال كل واحد النهاردة بيسمع الكلام ده وما يكونش سامع فقط ولكن عامل ايضا. بولس الرسول ايضا كتب لكنيسة روميا في آخر الرسالة وقال لهم كده في الإصحاح 15، قال لهم إني لأني لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم. قال لهم إن يسوع اللي أنا اتحدت بيه هو اللي عمل من خلالي. عشان كده يقول إيه؟ بالقول والفعل. إن فيه أخبار سارة وفيه فعل بيبان، في مانيفستيشن زي ما بتقول، اظهار لعمل وقوه الروح القدس. فبقوه، ويشرح تاني الكلام ده في روميا 15 وعدد 19، بقوه ايات وعجائب بقوه روح الله، حتى اني من اورشليم وما حولها الى الليركيون قد اكملت التبشير بانجيل المسيح. فيجي يقول كل اللي حصل ده عشان أكمل التبشير. التبشير مش كلام، التبشير مش وعظ، التبشير عمل فعال. الإنجيل ده ملموس. إخواتنا اللي من أديان أخرى يا ما بيجوا لما يدوقوا حلاوة المسيح الشافية، إيده الشافية، الطبيب العظيم الأعظم هو يهوى رافا، هو إلهنا الشافي، مش بس بالوعظ والكلام ولكن بأعمال القوة. هو اللي قال لهم كده، بقوات وآيات وعجائب وقوة الروح الله، قوة الروح القدس أو روح الله، حتى أني من أورشليم للركيون، يعني العالم كله اللي كان بولس يعرفه حصل لي إيه؟ إنه قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. للأسف إحنا بناخد بعض الآيات ونجزأها ونقول أهو شايف القديس بولس الرسول هو كان مهتم بإيه؟ بالتبشير. أيوة، ما هو لسه شارح التبشير ده كان إزاي. التبشير ده ما كانش بالكلام فقط، عشان كده اتكلم ووضح كنيسة تسالونيكي، وضح لهم، قال لهم ليس بالكلام فقط ولكن بيقين، في يقين لعمل الروح القدس. كنيسة كورنثوس قال لهم لأنه في برهان للروح القدس. كنيسة روميا قال لهم إن كل اللي حصل من خلالي اللي المسيح يسوع عمله، لا أنا ولكن المسيح يحيا فيا. إن واضح جدا إن كل الرسائل بتتكلم على ده. ده مش بس كده، أنا هديك الفرصة تكلمي بس ليه أنا لضمت كل الموضوع ده؟ عشان يكتمل، ان يبان، يعني توضح الصورة، ان قديس بولس بيكلم لكل الكنائس بنفس النمط،
ما غيرش أي حاجة. لا. هي بشارة الملكوت، شفاء للمرضى، تحرير، إخراج أرواح الشريرة، في حاجة ملموسة لملكوت الله، مش وهم، مش أسطورة، مش فلسفة، ولكن في حاجة ملموسة. عشان كده بنقول لما بيكون في مرضى فعلا بنصلي وبكل إيمان نتوقع، مش بس كده، إحنا واثقين إنه مازال يعمل إلى اليوم. أمين. ولذلك يا مينا يعني إحنا نبتدي نقرأ الآيات بتاعتنا، نحطها على الشاشة ونبتدي نشرح فيها. لكن من أصحاح 2 كورنثوس الأولى والأصحاح الثاني بيتكلم كده، بيقول: وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح القدس والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوها لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعد الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. حاجة جميلة جدا إني علشان نفهم الكلام اللي بيتكتب ده، عايزين ناخد خلفية بسيطة عن شعب أو مدينة كورنثوس. الشعب ده أو الكنيسة دي زي ما هنشوف بعد شوية اتأسست في أعمال 18. والحاجة الجميلة جدا إني إحنا وفي أعمال 18 ما بيتذكرش أي نوع من الآيات والعجائب. كل اللي بيتذكر إن الرسول بولس راح وقعد عند أكيلا وبرسكيلا، وإن هم كانوا يهوديان لكن بنطي الجنس، يعني كانوا من روما. لكن جه بعد كده ملك روما مشى كل اليهود من روما، فده المكان، ورجعهم تاني، فهم قعدوا مع بعض. ليه؟ لأن هم كانوا بيصنعوا خيام، ودي كانت شغلانة الرسول بولس. والجميل جدا كل اللي بيقولوا في أعمال 18 إن كل يوم سبت كانوا بيروحوا الهيكل وكان بيحاول يقنعهم ويبشرهم، لكن مش قايل كتير عن الطريقة. لكن لوقا وضح جدا في الأصحاح الأول إن هو بيتكلم عن كل اللي عمله وقاله يسوع وتلاميذ يسوع. فالحاجة الجميلة جدا إن كان في برهان للآيات دي. كورنثوس مدينة زنا، مليانة زنا. كلمة كورنثوس معناها دعارة، ممارسة الدعارة، لدرجة ان كان في مبنى او كان في معبد، المعبد ده للأسف كان فيه 1000 وحدة تمارس الدعارة، وده بالنسبة لهم كان عبادة الاله بتاعهم اللي اسمه أبوفرودايتس. فهم كانوا بيعملوا كده على طول. كون ان هم يتركوا العبادات ديت ويبقوا مسيحيين ويعيشوا بكل طهارة، لدرجة يمينة يعني في الأصحاح الأول وعدد 2 بيكتب بيقول: إلى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين. أيوة. في المسيح. أيوة. جميل قوي إن ربنا عمره ما بيشوفني بمضية. جميل قوي إن دول كانوا جايين من دعارة، دول كانوا جايين من خطية يعني جبارة، لكن الرسول بولس بيشوفهم قديسين لأن قداستهم مش جاية منهم، المقدسين في المسيح يسوع. فالنهاردة يمكن دي أول مرحلة للشفاء حتى الروحي أو النفسي. فعلا. إني ربنا النهاردة ما بيبصليش بمضية، وما ينفعش أنا أبص المضية إلا من خلال دم يسوع. علشان كده الكتاب بيقول: إن كان أحد في المسيح ف
فهو خليقة جديدة. لكن بالرغم من كل ده الكنيسة دي كانت مليانة خصامات. فقلنا انت على خصامات الكنيسة دي. هو مش بس الخصامات ولكن ان الكنيسة دي زي باقي الكنائس, يعني يمكن احنا في العالم الغربي وفي العالم كله بنشوف الموضوع ده كتير جدا, ان الناس بتيجي للمسيح ولكن بتتعرقل, الناس بتيجي للمسيح ولكن الماضي بتاعها ابليس بيحاول يفكرها بالماضي بتاعها ويحاول يرجعها تاني في الخطية. ان كنائس كتيرة ومؤمنين كتير جدا عندهم مواهب زي كنيسة كورنثوس, وده مش بنقول ان المواهب غلط او صح, ولكن احنا بنقول ان ثمر الروح هو اللي بيعني على ان فعلا الماتوريتي ليفل, ان هل انا فعلا ثابت في كلام الله, ان اللي بيثبت فيا بياتي بثمر كثير. هو قال كده في يوحنا 15. ولكن الجميل جدا ان بولس الرسول كان بيكلم الكنيسه دي وقال لهم حاجات واضحه جدا انه عايز يسيب لهم المنهج ده, زي ما كلمنا في كنيسه تسالونيكي الاسبوع اللي فات وقلنا ان صيتهم اتذاع في ايقونيه واخائيه والعالم كله كان بيسمع عن ايمان كنيسه تسالونيكي. حب برضو ان هو كتب الرساله دي في خدمته, في اخر خدمته في افسس في الرحله الثالثه, وان كتب ليهم لان كان في مشاكل جوه الكنيسه دي, فكتب لهم كده في كورنثوس الاولى 11:1, كونوا متمثلين بي كما انا في المسيح. يعني عايز يقول لهم زي ما جيت وكلمتكم وانا عارف ان عندكم زي ما احنا بنسميهم بالانجليزي سوبر ابوستلز, اللي هم المرسلين اللي هم بيتكلموا بلباقة اكتر بكتير من بولس, والناس كانوا بيعايروه او كانوا يعني بينظروا له ان هو ما بيكلمش زي الباقي المبشرين. ويكمل كده ويقول في كورنثوس الاولى الاصحاح الثاني برضو ويقول واما نحن فلنا فكر المسيح. عايز يقول لهم تمثلوا بي زي ما انا بتمثل بالمسيح. هو عمل ايه يا ترى؟ بشر الناس بكلام فقط؟ لا, دجال يصنع خير ويشفي كل متسلط عليه ابليس. تحنن على الشعب انه لمس المرأة النازفة الدم, لمس الأبرص وشفاه, أقام الميت اللي هو ما كانش المفروض يلمس النعش, ولكن هو كسر الروتين وكسر الناموس والعادات والتقاليد عشان يورينا ناموس الحرية اللي بيعتقنا من ناموس الكلمة. فالنهاردة لما بنيجي نقرأ الرسالة دي وإحنا عايزين نفهم بالظبط كتبت إمتى وكتبت ليه وإزاي التبشير ده لكنيسة مليانة بالمواهب ومليانة بالمشاكل والحال ما اختلفش كتير, ولكن يقول لهم تمثلوا بي كما أنا المسيح, ليكن فينا فكر المسيح. يعني زي ما المسيح رأى الآب وسمع الآب وعمل على الأرض عشان يرينا محبة الآب, إنه أيضا بولس الرسول عمل ده وقال لهم اسلكوا خلوا فكر المسيح فيكم. في كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث وعدد 11 يقول فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع, اللي هو مين الأساس الأصلي, مين حجر الزاوية؟ يسوع المسيح نفسه الذي هو يسوع المسيح. فبيفهمهم بيقول لهم هو حجر الزاوية. هو في أفسس 2 يقول كده ان احنا مبنيين على اساس الرسل والانبياء وحجر الزاوية يسوع له كل المجد. هو ده اساس الايمان, هو ده سر ايماننا بالمسيح يسوع, هو ده النعمة اللي معطاه في المسيح وشركة الروح القدس التي تعطي من ثمار ومواهب للمؤمنين. فعشان كده القديس بولس الرسول قال لهم نفس الموضوع ده, ما قال لهمش ان لا ده انجيل, يعني انتوا يا اهل كورنثوس عندكم مواهب روحيه فكفايه المواهب او كفايه التعليم زي مثلا كنيسه غلاطيا. لا, ما قالش كده. ده قال ان الاثنين مع بعض الكلمه والروح, ان زي ما المسيح سلك نسلك نحن ايضا, ان زي ما كان فكر المسيح يكون فينا فكر المسيح, ان زي ما هو تمثل بالمسيح نكون احنا متمثلين بالمسيح ايضا. والكلام ده مين مهم جدا, لان ناس كتيرة جدا بيقولوا ايه المسيح قال اشفوا مرضى, موافقين على كده, بس الرسول كان عنده شوكة الجسد. وبما ان احنا مش فاهمين شوكة الجسد احنا عملنا عليها حلقة, لكن احنا اتكلمنا قد ايه ان ده حتى في ده
كتاب مش بيذكر ان دوت مرض جسدي، ولكن كان اضطهادات. لان احنا لو قرينا الاصحاح اللي قبله واللي بعده هنفهم الرسول بولس بيتكلم عن ايه. لكن لو احنا عايزين نفهم لاهوت الرسول بولس، الايات اللي مينا لسه قريها دي كونوا متمثلين بيه كما انا بالمسيح. الرسول بولس ما علمش اي حاجه ضد تعليم المسيح لكل المجد، وما حطش اي اساس تاني غير اللي المسيح حطه لكل المجد، لدرجة ان قال لهم اما نحن فلنا فكر المسيح. يعني احنا النهاردة لما بنتحد بالمسيح من خلال الروح القدس، ذهننا بيبقى ذهن المسيح. ولذلك ناس كتيرة جدا ممكن تعيش حياتها ضد الشفاء. اول ما يمتلئوا بالروح القدس، اول حاجة بيبقوا عايزين يعملوها ان هم يصلوا للمرضى. ايه اللي حصل؟ سقينا روحا واحدة. ويكمل بعد كده يقول لهم فاننا نحن عاملين مع الله. كل دي ايات مهمة جدا بتورينا فكر الرسالة ديت. يعني هو بيقول لهم يا جماعة انتوا الكنيسة دي دخل بعد ما هم امنوا حصل مشاكل كتيرة جدا، لدرجة ان في الاصحاح الخامس بيقول لهم يسمع مطلقا ان بينكم زنا. وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم. يعني الزنا اللي بينكم أسوأ من اللي بين الأمم. ليه بقى؟ حتى إن تكون للإنسان امرأة أبيه. فالكنيسة كان فيها مشاكل في كل حاجة، حتى في المواهب الروحية. ويمكن يمينة ده حلو جدا ان احنا نوضحه. ناس كتيرة جدا بيقول يعني طب انا ابعد عن المواهب الروحية لان المواهب الروحية بتعمل مشاكل، او ازاي يبقى واحد بيتكلم بألسنة ويبقى بيعمل مثلا حاجة غلط. الكنيسة دي كانت ممتلئة بالروح القدس لكن كان فيها مشاكل. لازم انا واحنا يمكن قلنا الكلام ده كتير، ان ملء الروح القدس مش مرة، لكن الرسل امتلأوا ان انا طول حياتي، رحلة حياتي كلها هو اني انا امتلئ لملء قامة المسيح. ولذلك طول ما انا تحت مظلة الروح القدس دي، هي دي الوقت اللي ربنا بيستخدمني فيها. لكن علشان نرجع لموضوعنا، الكنيسة دي دخل بينهم زنا، دخل بينهم انشقاقات، دخل بينهم خصامات، لدرجة ان الاخوة كانوا بياخدوا بعض المحاكم وبيتكلم ليهم ازاي انتوا مؤمنين، انتوا مش متخيلين ان انتوا هتدينوا ملايكة بتاخدوا بعض محكمة ازاي. وبيتكلم حتى عن الزنا وبيقولهم انتوا مش عارفين ان من التصق بزنايا فبيبقى جسد واحد معاه، يعني زنا. فالرسالة دي ويمكن اكتر رسالة بتتكلم عن مواهب الروح القدس، وبيتكلم ان كل المواهب دي لبناء الكنيسة. فالرسالة مهمة جدا. لكن ليه احنا مركزين النهاردة على الاصحاح التاني؟ لاني لما وصل للرسول بولس الاخبار السيئة ديت، اول حاجة عملها اني بعت لهم تيموثاوس، وبيقول كده لذلك ارسلت اليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والامين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كمعلم في كل مكان في كل كنيسة. فابتدى يفهمهم. فأصحاح 2 ده بيذكرهم بالخدمة اللي هو أسسها. ولذلك هو في البداية خالص بيقول لهم لما أتيت إليكم، الوقت ده كان اليونان، أو هو كان لسه جاي من أثينا قبل ما يروح كورنثوس. الوقت ده اليونانيين كان عندهم كذا مشكلة. اولا لا يؤمنين بالقيامه من الاموات، لدرجه ان في اثينا لما الرسول بولس وقف واتكلم معاهم عن الاله المجهول كانوا عمالين يسمعوا لغايه ما نطق كلمه القيامه من الاموات. اول ما نطق الكلمه دي استهزأوا بيه. فدي اول مشكله عندهم. تاني حاجه عباده الاوثان ابتدوا يلخبطوها مع مواهب الروح، فده دخل في ده. ولذلك هنا بيقول لهم ان انا لما جيت لكم انا ما جيتش بحكمة انسانية مقنعة، يعني ما قعدتش افهمكم الهنا واحد اتنين تلاتة. ان انتوا شفتوا قوة الروح القدس، والقوة اللي انتوا شفتوها دي قدامكم اما ان هي كانت قوة ايات او عجائب او شفاءات، او بس في قوات غير عادية حصلت في الكنيسة دي بالذات، لدرجة يمين ان اعمال 19 وكان الله يصنع على يدي بولس ايات غير المعتادة. الناس دول شافوا الكلام ده، ولما شافوا الكلام ده تركوا عبادات الاوثان. لكن بعد فترة العبادات ابتدت تخش تاني، فبيفكرهم لما انا جيت بشرتكم ما جيت لكمش بمحاضرات، ما جيت لكمش بكلام، ما اديتكمش كتب وقلت لكم احفظوا ده
وبناء على ده سبتوا ايمانكم. لا، انتوا شفتوا برهان الروح القدس، واحنا قلنا قبل كده زي تسالونيكي يقين او برهان يعني manifestation، يعني حاجه اظهار، حاجه حصلت قدامهم ما فيش حد يقدر يختلف عليها. امين. وده يعني مهم جدا ان احنا نفهم الكلام ده، لان ده النهارده يشجعني ويشجعك. النهارده ربنا عايزك فعلا تاخد الخطوه دي. الهنا هو هو امس واليوم والى الابد، الذي كان والكائن والذي ياتي، لان هو كل يوم فعلا بيجي، هو فيه النعم والامين. هو ابدا مش انسان عشان يندم على وعود قالها لنا او انه يرجع عنها، ولكن هو يبقى امين حتى عدم امانتنا. ما ابدا ما يغيرش فكره عننا، ما يغيرش محبته. وده اللي بيقتادنا الى توبه حقيقيه، ان النهارده بيكون لينا فعلا برهان الروح القدس، ان ده السر المكتوم، ان ده استعلان مجد اولاد الله، ان ده جسد المسيح، العروس المزينه. مزينه بايه؟ بمواهب الله، مش مزينه ابدا بمعرفه او فلسفه او حكمه انسانيه مقنعه، ولكن برهان وقوه الروح القدس. الكلام ده نلاقيه فين؟ نلاقيه من رب المجد نفسه لما جه يكلمهم عن ملكوت الله في مرقس 4، واتكلم معاهم في عدد 11 و12، قال لهم كده: فقال لهم: قد اعطي لكم ان تعرفوا سر ملكوت الله، واما الذين هم من الخارج فبالامثال يكون لهم كل شيء، لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان الروحي المولود من فوق هو يفطن للروحيات، يفهم ان الله يريد النهارده أن يتعامل معك ويملأك ويستخدمك أيضا لمجد اسمه. عشان كده في رسالة كلوسي بولس الرسول يكتب أن السر المكتوم ده منذ الظهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسي الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. أن الرجاء اللي فينا ده لازم يستعلن. ملكوت الله الذي داخلنا، لما جم سألوه أين يوجد ملكوت الله، قال لهم داخلكم. إن كل واحد بقى هيكل لروح الله، زي ما بولس الرسول بيكتب في رسالة كورنثوس الإصحاح الخامس والسادس، ويقول لهم إن التصق بامرأة زانية ده صار واحد معها، والالتصق بالرب بقى روح واحد مع الرب أيضا. فاللي ملتصق بالرب ده في يعني إيه، في نتائج عن هذا الالتصاق، في نتيجة، في برهان للروح القدس. احنا نطلع نصلي دلوقتي، ولكن انا عايز ان قبل ما يطلع الكلام ده ما يكونش فعلا كلام جميل او وعظي او برنامج ان انت بتتفرج كده، ولكن انا عايز الكلام ده يكون ليك انت شخصيا. ان الكلام ده النهاردة اقول له: يا رب املاني بالروح القدس، عرفني يا رب فعلا القصد والدعوة اللي انت دعيتني من البطن ليها عشان احمل هذا الملكوت، ولكن استخدم ايضا لمجد اسمك. ابقوا معنا. الشياطين والأيدي يضعون على المرضى فيبرؤون.
وسياسات وسلطان وقوات وسيادات وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل يسوع هو العلي وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح ويظهر بنا ما يعرف به ويمجد ابنه يسوع المسيح وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح أحبائنا في كل مكان رجعنا تاني عبر بث مباشر من شاشات الكارما في سيدني أستراليا برنامجكم يشفيني. النهاردة بنتكلم عن برهان الروح القدس ليس بالكلام وكلام الحكمة المقنع ولكن ببرهان وقوة وعمل روح الله في كنيسته من خلال كل واحد بيسمع النهاردة. حتى لو أنت النهاردة بتقول أنا من الحظيرة الأخرى أنا من النهاردة لا أتبع الدين المسيحي، عايز أقولك أن إلهنا الرب الروح يستطيع النهاردة أن يتلامس معك ويغير حياتك ويملأك بروح البهجة والفرح بروح التحرير. النهاردة هو اسمه المعزي يعزيك. في ناس كتيرة متألمة جدا وإحنا جايين في نهاية السنة أن مرينا بأشياء عجيبة جدا في 2016 ولكن إلهنا ما زال يعمل ويعمل بقوة وعارفين أن إزاي أنه بيستخدم كل الأشياء لمجد اسمه وعارفين أنه بيحول الرماد وبيحول النوح وبيحول الوجع وبيحول الألم وبيحول المرض أيضا أنه بيجي ويشفي لأن هو طبيعته إلهنا الرب الشافي. فالنهاردة وإحنا بنتكلم عن كنيسة كورنثوس بنقول إن كنيسة كورنثوس كان فيها مشاكل كتير جدا ولكن واضح إن الرسول بولس بيكتب الرسالة دي عشان يرد على مشاكل هم بعتوها له. والكلام ده نشوفه في كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس إن هو بيرد على الرسالة اللي هم بعتوها له أصلا وهو في أفسه بيرد تاني وبيكلمهم إن إزاي يسلكوا ويكون فيهم فكر المسيح وان البشارة بتاعتهم ما كانتش بالحكمة الإنسانية المقنعة. أمين. بيكمل هنا بيقول لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب. دخلت عبادات تانية وهو بيقول لهم أني بيفكرهم في الوقت اللي هو جاي يبشرهم بيه بيقول لهم أن أنا لما جيت أبشركم برسالة المسيح وخلاص المسيح وشفاء المسيح ما جبتش سيرة أي عبادات تانية إلا بس المسيح وإياه مصلوب. وفي أصحاح الأولاني يقول لهم كده فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فبيفكرهم ان بالنسبة لناس كتير قوي الصليب ده كان آلة للإعدام، ده كان الصليب ما كانش ليه اي معنى، لكن بالنسبة لنا احنا لما بنبص على الصليب بنشوف انتصار المسيح على الموت والخطية وبنشوف انتصار المسيح على مشتقات الخطية اي المرض وبنتأكد ان في الشفاء وفي صليب المسيح بجلدته شفيتم. علشان كده بيقول لهم ولكن نحن نكرز بالمسيح مصلوب لليهود عثرة ولليونانيين جهالة أما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. يعني بالنسبة لناس كتيرة جدا ممكن يقولوا إيه اللي انتوا بتقولوا ده، يعني إيه اللي واحد عنده سرطان بياخد كيمو بعد كده نفع ما نفعش بيموت، أو واحد عنده مرض التقارير الطبية قالت كذا هو ده نهايته، لكن النهاردة انتوا جايين تقولوا آمن مرة تاني وارفع عينك للسماء وفي الصليب فيك في شفاء. هو ده بالظبط بالنسبة لواحد بيستخدم عقله اللي احنا بنقوله ده جهالة،
لكن بالنسبة لواحد مدعو للملكوت علشان يتمم القصد والدعوة في الصليب، قوة الله وحكمة الله، لأن في صليب يسوع المسيح يسوع قال قد أكمل، أكملت أنا تمن كل حاجة بما فيه صحتي وشفائي الروحي والنفسي والجسدي. أمين. هناخد بعض الاتصالات. معنا أخونا عادل من فيينا. ألو. ألو، صباح الخير أمينة. صباح النور أخوي عادل، اتفضل. كل سلام طيب أنت والأختي يكون. وأنت طيب حبيبي، اتفضل. لو سمحت لي كم طلبة بعد إذنك. أيوة اتفضل أخوي. أختي، بنت أختي منى عملت حادثة وقاعدة على الكرسي متحرك صلوب من أجلها. بنت أختك منى اسمها؟ آه أيوة، كرسي متحرك. أيوة. كاتي بنت مرات أخويا برضو عندها سرطان وبتدفع عليكم صلوب من أجلها، وأنا عندي ثقة في برنامجكم وفي يسوع المسيح. أمين. وعندي ابن أختي عندها في كلية، والدكتور معاند معاه أربع سنين، الدكتور معاند معاه مش عاوز يخرج من هذا البلد، وصلوا من أجله أن الرب يلين قلب الدكتور ويديله نجاح عشان يخلص هذا. أيوة. هو اسمه؟ اسمه ديفيد. ديفيد، أوكي. نصلي من أجل ديفيد نجاح. صلوا من أجل أنا وبيتي مراتي اسمها ماجدة، وأنا من أجل بيتي، وأشكرك جدا وربنا يعوضكم كل خير، ومشكرين جدا على تعبكم وعلى البرنامج الهائل، ربنا يعوضكم كل خير. شكرا. وأدي فرصة لغيري بسلامة. أمين. شكرا لك. طيب يا مين، كل سنة وأنت طيب. أخونا عادل بيكلم من فيينا من نمسا، إن النهاردة بيضع أحبائه كلهم أمام الرب، وإحنا بنرفع كل طلبة وكل صلاة، والناس كتيرة جدا بتبعت على الويب سايت من خلال البرنامج وصفحة البرنامج والإيميل. اعرف ان احنا بنتحد بروح المسيح الواحد، وربنا عمل أعمال عظيمة جدا في 2016، ونتوقع ونؤمن ونعلن انه يعمل أعظم وأعظم. كل سنة هو بيشجعنا باختبارات أعمق، كل سنة هو بيتحرك وبيسكب من روحه على كل بشر فعلا. وجميل جدا احنا بنشوف ناس كتيرة قوي بتيجي للرب وبتمتلئ من قوة الروح القدس، لان هو عايز كده ان في اخر الايام يسكب من روحه، ومش بس تنبؤات ولا مواهب روحية، ولكن عجائب تصنع في الكنيسة، ان مجد اولاد الله يستعلن فعلا، ان المسيح فينا هو ده رجاء مجده، رجاء المجد بتاع المسيح ان هو سكن فينا بروح القدوس. عشان كده لما بنيجي نقول ان قديس بولس الرسول او الكنيسة الاولى، ان السيد المسيح، ان التلاميذ، ان لما كلمنا من سفر الاعمال، ان الكلام ده لسه بيحصل لغاية النهاردة، ولكن احنا هل بندي فعلا فرصة لروح الله انه يمتلكنا ويعمل من خلالنا، ولا ان احنا بنحد عمله وبنقول مش تعليمي، ما شفتش الكلام ده عندي في الكنيسة او الاجتماع بتاعي، او بنضع حدود معينة، مش في كل الاحيان، مش ارادة ربنا، كل اللي مش ممكن، او الفكر السلبي اللي ممكن عدو الخير يضعه في قلوبنا، او عدم الايمان، او معوقات للشفاء، ونيجي نقول طب ما فلان وفلانة قديسين في المسيح وماتوا بالمرض. أيوة، عايز أقول لك إن مفيش موت للمؤمن في المسيح يسوع، ولكن في دعوة مقدسة زي ما بنقول، وإن الدعوة المقدسة دي بتتم لأن المسيح دفع ثمن، مش خلاصي بس، ولكن في الفداء دفع ثمن شفائي أيضا الجسدي والنفسي والروح. أمين. والآية مين اللي بتقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم؟ يعني كتير لما بيجوا للرب ويمتلئوا بالروح القدس بيبقوا لسه الفكر العتيق لسه مسيطر، لكن كل ما أنا ذهني بيتجدد شكلي بيتغير، وهو ده البرهان إني أنا ذهني اتجدد، إني أنا فجأة أو ببتدي أدرك إني المسيح في الصليب دفع ثمن خطيتي ودفع ثمن مرضي، ولذلك المسيح لو حمل ده على الصليب ليه أنا أحمله؟ ده حاجة اتدفع ثمنها. فده بيحصل في الذهن، أول ما الذهن بيبتدي يتغير شكل جسدي أنا بيبتدي يتغير، لأني ببتدي أآمن أن الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ولذلك لما أرجع للرسالة تاني، الأصحاح الأول وعدد 17 يقول كده: لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر،
مرة تاني بيتكلم عن أسلوب التبشير وبيقول لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح، وبالإنجليزي علشان عشان الصليب ما يفقدش قوته. يعني الصليب يعني قوة، قوة مش إن أنا يبقى طريقة الوعظ يعني بطريقة شيقة، لا، قوة يعني آيات عجائب، قوة يعني كلمة دونامس، قوة يعني حاجة بتحصل خارقة للطبيعة. هي دي الكلمة اللي الكتاب المقدس في اليوناني بيستخدمها، فبيقول لهم هي دي طريقة التبشير اللي هي كانت عندنا إحنا. ولذلك يقول الآية الجميلة جدا اللي بتتفهم في الأبدية مش دلوقتي، بل اللي هو في الأصحاح الثاني وعدد 9، بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولا تسمع أذن ولا يخطر على بال إنسان ما أعد الله للذين يحبونه. بنقف عند الحتة دي ونقول أعيش بالمرض وأموت بالمرض ومش مشكلة حياتي هنا، وأهم حاجة خلاصي، ولما أروح للأبدية كل حاجة هتبقى كويسة. لكن إيه رأيكم نكمل الآية مع بعض؟ الآية بتقول أعلنه الله لنا نحن بروحه. أعلنه، أعلنوا، ده فعل مضارع ماضي، يعني فعل ماضي، يعني دي حاجة ربنا أعلنها لينا وأنا النهاردة بعيش فيها، حاجة أنا النهاردة المسيح دفع ثمنها أنا النهاردة بستقبلها. يعني ده اللي ربنا عايز إن حياة كل واحد فينا النهاردة. يقول الآية دي تاني إن أنا حياتي يا رب بقيت بالمنظر ده اللي مش هتخطر على بال إنسان، لأنك أنت عديت كل حاجة بروحك. أمين. وده النهاردة النداء اللي احنا فعلا بندعو كل إنسان مؤمن النهاردة إنه يتحد بروح المسيح، يمتلئ من روح الحكمة، من روح الشفاء التي في المسيح يسوع. معانا اتصال من أخونا معين من مصر على الفايبر. ألو اخويا معين، معاك مين على الهواء؟ اتفضل. ماشي اخويا معين، اتفضل، معاك مين؟ طب واضح ان يمكن يكون ألو. ايوه اتفضل، انا سامعك، اتفضل اخويا. انا معين من طلب السلام من اجل ومن اجل اسرتي. ايوه، تحب نصلي من اجل ايه؟ انا بعتعرض لشويه افكار غريبه وكتاب وضيق وتوان كده، وصرت برضه عايزين نعرف المسيح عن المسيح في معرفته. من اجل اكتئاب وشده وضيقه وافكار غريبه. امين، هنصلي من اجلك ان يكون في تحرير في الذهن النهارده، ويكون في سلام الله اللي يحل مش بس حاجة ذهنية ولكن في قلبك النهاردة، يعطيك يقين وطمأنينة وعزاء وتحرير في المسيح يسوع. أمين أخويا معين، بنشكرك. تصل أخويا من مصر على الفايبر. أمين يا أبو، نحن كنا بنكمل إن الرسالة دي لكنيسة موهوبة جدا، الله سكب عليها بفيض نعمته، زينها بمواهب روحه، ولكن فيها مشاكل. عشان كده يا جماعة احنا دايما نقول إن ممكن قوي يكون ناس عندها مواهب وناس عندها مزينة بمواهب، ولكن ده غير الفكر التقليدي اللي يقولك ان بدان فلان عنده مواهب ده لازم يبقى قديس مش عارف بقاله 50 سنة. ده ابدا، ده ما كانش بيحصل ابدا في الكنيسة الاولى. يمتلئ الجميع من الروح القدس، على طول بعديها تلاقي ايات وعجائب، تلاقي حاجات خارقة للطبيعة بتحصل. طب الناس دي، ده بطرس الرسول اللي انكر، بعديها ب50 يوم وقف وعظ جاب 3000 رجل ما عدا الأطفال والنساء. يعني هل لحق يتدرب ال50 سنة اللي البعض بينشد بيها؟ لا أبدا، ولكن روح الله المغيرة، الروح الذي يعمل في أولاده النهاردة عشان يكون المجد والكرامة ليس لنا ولكن ليه هو، عشان يستعلن مجد المسيح من خلال كل واحد النهاردة بيسمع الكلام ده. عايز أقولك أنت داخل على سنة جديدة، احسن حاجه النهارده ان تقول يا رب هو وقت فعلا مقبول، هو وقت خلاص النهارده ان انا باخد تعهد امام الملائكه والناس، ان انا باخد يا رب ان فعلا انا هاخد هذا القرار النهارده، ان ما يهمنيش الناس، ما يهمنيش مجد العالم، ما يهمنيش التعليم بتاعي، ما يهمنيش، انا جعان ليك انت والروحك انت فقط.
وشوف ربنا هيعمل معك ايه، وشوف ربنا هيستخدمك ازاي، وشوف ربنا هيغير منك ازاي ويديك قوة خارقة للطبيعة. انت نفسك هتكون بتبكي لما ربنا بيستخدمك، ان ازاي انت الانسان كما انت ولكن روح الله اللي عامل فيك. امين. وعلشان كده يا مينا في الاصحاح الثاني وعدد 5 يقول لهم لكي لا يكون ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لما انا النهاردة اتكلم او اكرز لواحد من حظيرة تانية وكلامي كله بحكمة الناس، بحاول ان انا احط ربنا في قالب وبحاول ان انا افهمه ان هو ده ربنا. ايه رأيكم انه ممكن بعد كده واحد تاني من ديانة هندوسية يعمل اللي انا عملته؟ وايه رأيكم انه كل ديانة فيها طريقة او اخرى لمعرفة الله؟ فاللي انا عملته ممكن واحد تاني غيره يعمله احسن مني، لكن هو الارتكاز كله قوة الله، مش قوتي انا، قوة الله. ان هو بيشوف حاجة قدامه بتخليه مستحيل ينكر. والحاجة الجميلة جدا يا مينا ان ناس كتيرة جدا بيحصل لهم معجزة شفاء وما بيجوش، بيجوا ربنا وبعد كده ممكن يبعدوا. الحاجة اللي بترجعهم مرة تانية الاختبار ده، الحاجة اللي بترجعهم مرة تانية ان بيتذكروا حاجة حصلت لهم مستحيل يكون ليها ترجمة طبية، مستحيل، فبيجوا. ولذلك النهاردة لو انا عايزة الناس دي تيجي بقوة وبدون ان انا اقعد اقنع فيهم اقنع فيهم، انا عارفة مين خدمات بترتكز على الابولوجيتكس، يعني اني انا بقعد اقنع، ومش بس بقنع، ده انا عندي اجابة لكل حاجة عن ربنا. كل ما يقول لي طب ليه ربنا ما بيشفيش، اما بقى ان انا اقول لهم اصلي وقت الشفاء خلص، او ان انا اقول لهم ربنا بيسمح، او اهم حاجة الخلاص الروحي. المهم ان انا عندي اجابة بتريحني، والاجابة دي في نفس الوقت بتضيعني. ليه؟ لاني دعوتي اللي على حياتي بتنتهي. ولذلك النهاردة هو بيقول لهم هو مش ضد المعرفة او التعليم، لا، هو ضد ان انا اعمل خدمة ترتكز عليا انا وتعتمد على مواهبي انا. ليه؟ لان الخدمة دي هتخليني متكبرة جدا، وهتخليه انا باخد مجد باطل، لاني انا بحس ان الناس كلهم بيحبوا الخدمة بتاعتي. الخدمة اللي هو بيتكلم عنها اللي هو بيقول لهم اني انا لما اتيت عندكم كنت في ضعف وخوف ورعدة كثيرة. فهم. يعني عايز اقول يا جماعة الكلام اللي احنا نقوله ده صعب، وفي كل مرة بنصلي من اجل شفاء ما بنشعرش من جوانا ان احنا عمالقة وان دي حاجة احنا قادرين عليها، بل بالعكس بنيجي قدام ربنا ونقول له لولا ايدك ولولا نعمتك ولولا قوتك، احنا بنحتمي في دمك انت، احنا على كلمتك نلقي الشبكة، احنا بدونك يا رب لا شيء، زي المسيح ما قال بدوني لا تستطيعون ان تفعلوا شيئا. ده اللي الرسول يعني اوعى تفكروا ان هو واقف قال لهم انا عايز اوريكم عضلاتي تعالوا لي علشان انا عايز اشفيكم، لا، ده هو راح مرتعد، راح في خوف، وده اللي يورينا قد ايه كان معتمد على الروح القدس. زي ما المسيح لكل المجد كان معتمد على الروح القدس في كل معجزاته. لو انا النهاردة بسمع الكلام ده وانا لسه ما امتلأتش بالروح القدس، احنا بنقول الغاز وبنقول حاجة صعبة جدا. أيوه. لكن النهاردة لو انت بنيجي ربنا، وده هو اللي بيقول كده، يعني في الاصح الاول والبر اختار الله جهال العالم. أيوه. ليغزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي الاقوياء. تعالى ربنا النهاردة قول انا باجي النهاردة قدامك بضعفي، وباجي النهاردة احط كل حاجة اتعلمتها على جنب، لان كل حاجة اتعلمتها ما بتتفقش مع اللي احنا الكلام ده كلام ما يفهموش الا الروحي، والرساله دي بتقول كده. عشان كده هو يكلم ناس مؤمنين، عشان كده هو بيكلمك النهارده، هو بيكلمك ان بيقول لك انت انسان مؤمن فعلا، فاذا كان لك هذا الايمان فالله يعمل معك. اذا كان بولس الرسول قال عاملان مع الله، اذا كان ان احنا بيكون مجد وكرامه للملك لأنه بيختار الأواني الخزفية التي ليس لها أي كرامة، تراب ورماد، ولكن ينفخ في نسمة الحياة. عشان كده القديس بولس الرسول قال كده في رسالة غلاطية الأصحاح السادس، إن أما من جهتي أنا ما لياش حاجة تانية أفتخر بيها إلا بصليب
ربي يسوع المسيح الذي صلب العالم من أجلي وأنا من أجل العالم. إن المسيح يسوع مش أسطورة ولكن حقيقة تعاش، إن في الصليب لم يحمل خطايانا فقط ولكن أمراضنا وأسقامنا أيضا. فالنهاردة لينا هذا الحق كأبناء الله بنصرخ بالروح القدس يا أبا الآب، إن فعلا بيكون لينا هذه المواعيد الثمينة ويكون لينا هذه المواعيد، إن أنا الرب شفيك النهاردة لو أنت ابني مش بس ليك شفاء ولكن تستخدم أيضا لشفاء. عشان كده بولس الرسول قال لهم لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح. هيتعطل صليب المسيح إزاي؟ عارفين في ترجمات أخرى إنه يقول إن يفرغ رسالة البشارة أو إنجيل المسيح من قوته، لأن قوة الإنجيل في الصليب. ليه؟ لأن الصليب ده حمل يسوع المسيح على الخشبة، حمل كل شيء وأعلن قد أكمل، فدى كل شيء سلبها إبليس، أرجع صورة آدم الأولى في المسيح يسوع. عشان كده احنا في المسيح يسوع خليقة جديدة. النهاردة يمكن نتكلم كتير جدا عن ان في يقين، في برهان، في شيء ملموس لكل انسان النهاردة يأتي تحت هذه المظلة ويقول له يا رب فعلا املاني بالروح القدس. ما يكونش ابدا في خوف من مواهب الله، ده الخوف ده مش من ربنا ابدا. ده يوحنا الرسول يكلمنا في رسالته الاولى والاصحاح الرابع يقول لا خوف في المحبه فعلا، بل المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج، لان الخوف له عذاب، واما من خاف فلم يكتمل في المحبه. ان النهارده محبه الله من غير اي شروط بيجي النهارده بيقول لك طول ما انت جعان انا اسكب على العطشان كل أرض يابسة. وإحنا داخلين سنة جديدة النهاردة عايز أكلمك تاني، شاعر ناس كتيرة قوي بين الفرقتين، ناس كتيرة قوي زي ما بنقول في كنيسة كورنثوس، يمكن خطايا جنسية، يمكن ربط من إبليس، يمكن عادات وسلاسل، ولكن النهاردة بقوة الروح القدس ينكسر كل نير بسبب عمل وقوة الروح القدس. إحنا معانا مكالمة من الأخت لورا من فرنسا. ألو ألو، تفضلي أخت لورا، معاكي مين على الهوا؟ صباح الخير أسير، أهلا بيك، تفضلي أختي. أنا أطلب صلاة. أيوة. من أجل زوجي. أيوة، اسم زوجك؟ رفقي. رفقي، وهنصلي لرفقي عشان؟ لا، رزقي. أيوة، هنصلي لرفقي من أجل إيه؟ هو بيعاني من السحر له سنين. يعاني من السحر، الشعوذة يعني. أيوة، سحر. أصله كان متجوز. أيوة. الجواز الأولاني اتعرض للسحر واتخربت حياته كل حاجة يعني. أمين. هو يؤمن بعمل المسيح، هو ابن، هو مؤمن بالمسيح. أنا مش قادر أوضح الكلام، ولكن عايز أقول لك أختي لورا النهاردة إحنا بنكلم أختي لورا من فرنسا، عايز أقول لك إن كل واحد تحت غطاء دم المسيح يكسر عليه، من عليه كل سحر ورقية وعمل دجالين أو شعوذة أو أي عهد تحت إبليس النهاردة لا يقف أمامه المعاند أبدا. ولكن النهاردة نحتمي تحت غطاء دم المسيح لنا فداء شامل وعمل إبليس يبطل بالكامل. اتذكري كلمات دي، صلي معانا في آخر برنامج، هنصلي ونكسر فعلا تحت دم المسيح كل عمل وقيد من إبليس. تؤمني بذلك؟ صلي معانا وربنا يتمجد، وفعلا رفق يكون محرر تماما من كل عمل سحر. بشكرك أختنا لورا من فرنسا بتتصل على الفايبر. أمين يا أبونا. إحنا كنا بنقول يعطل إنجيل المسيح. لو أنا ابتديت في خدمتي أكون في الحكمة أو حاجة إنسانية أو فلسفة دنيوية أو جسدية، فإنجيل المسيح لازم هيعطل فعلا، لأن إنجيل أو صليب المسيح يعطل إمتى؟ لما أنا أبتدي أخذ الموضوع ده على عاتقي، معرفتي
الموارد اللي عندي او الاسلوب اللي انا بوعظ بيه او بتكلم بيه او بخدم بيه، وممكن حاجات جميله قوي شكلها في الخارج، ولكن قوه الله هي في الصليب، وقوه الصليب في غفران الخطايا وشفاء الامراض وتحرير من الارواح، زي ما اختنا لورا بتتصل من اجل زوجها رفقي. امين. وعلشان كده يا مينا بيقول كده في عدد 7: بل نتكلم بحكمه الله في سر، الحكمه المكتومه التي سبق الله فعينها قبل الدور لمجدنا. يعني ربنا عايز يمجدنا في اسمه. انا النهارده لما اجي اقول انا في المرض الفلاني، وزي اخونا اللي احنا جبنا اختباره الدكاتره قالوا 6 شهور وهتموت، لكن لما ربنا تمجد، المجد ده النهارده عاد على ربنا مره تانية. الايه اللي انا لسه قرياها، ان ما لم ترى عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على بال انسان ما اعد الله للذين يحبونه. بس مين اللي هم امتلأوا بروحه؟ ليه؟ لان بيقول كل واحد فينا في روح. روحي انا بتعرف كل حاجه عني، زي بالظبط روح الله. روح الله بتعرف كل حاجه عنه، يفحص. طب كل واحنا شيء. خدنا روح مين؟ فهو ادى اسلوبه رائع، فان هو ادى معادله، موافقين ان روح الانسان بيعرف كل حاجه عنه، روح الله بيفحص اعماق الله. طيب ايه المعادله اللي ادوها لنا؟ يقول كده هوت: لانكم اما انتم ونحن لم ناخذ روح العالم بل الروح الذي من الله. يعني لو انا النهارده بسمع البرنامج وانا مريضه وفي حاجه جوايا بتقول لي انا عايزه اصلي من معاكم الشفاء، وروح تاني بتقول لي لا ما تصليش الشفاء، ربنا مش عايز يشفيكي، اتاكد ان انت خدت روح الله. اتاكد ان روح الله، لان ابليس مش هيعمل حاجه ليه بنائك. يعني يسوع قال ان ابليس بياتي علشان يسرق ويذبح ويهلك، لكن يسوع قال انا جيت لتكن لكم حياه وليكن لكم افضل. النهارده ربنا بيقول حاجه جميله قوي: انا اديتكم روحي، يعني روحي انا بقيت فيكم. فقد ايه اللفظ ده جميل جدا. احنا لما بنحب حد بنقول لي انا روحي فيك. نفس الحكايه ربنا بيقولها لنا: انا روحي فيكم. فروح ربنا انسكبت فينا احنا بالروح القدس. من خلال الروح القدس انا ليا كل المواعيد، المواعيد اللي ليا نعم وامين. طيب لو الدكاتره او التقارير قالت انا ماليش شفاء، يسوع يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه امر. طب لو اتقال لي شهر ولا شهرين وهموت، يستطيع كل شيء. طب انا لو على فراش الموت، يستطيع كل شيء. اللي احنا بنتكلم عنه انجيلنا، اللي احنا بنتكلم عنه اسمه سوبر ناتشرال، يعني خارق للطبيعي. ولذلك النهارده احنا بنساعد بعض ونشجع بعض ان احنا نضم ايماننا ايمان بعض، لان الهنا النهارده عنده المصادر دي كلها، كنوزه مليانه شفاءات. النهارده الجميل قوي ان بولس شاف نفسه هو وابولوس العاملين مع الله، اكيلا وبريسكيلا العاملين مع الله، وكان الله يؤكد الكلام اللي كان بيتقال بالايات التابعه. يعني اول ما احنا هنبتدي نصلي، احنا هنبتدي نقول الاسماء ونقول الامراض، لكن الحاجه الجميله جدا الروح القدس بيستعد للعمل. ليه؟ لأن بيعمل معنا. ليه؟ علشان ملكوت الله يجي علينا، لا بالحكمة الإنسانية المقنعة، ولكن ببرهان وقوة وإظهار الروح القدس ليتمجد الآب بالابن. أمين. وهو ده اللي ربنا عايز النهاردة يطلق شعبه فيه، إن النهاردة فعلا يكون الكلام ده ليس كلام فقط ولكن عمل أيضا. ان يعقوب الرسول بيقول ان انت ممكن تقول انا عندي ايمان، ممكن تقول ان انا انسان مؤمن، ولكن ما فيش اي برهان عن هذا الايمان. تقول انا ممتلئ بالروح القدس، اقول لك جميل جدا، ولكن ملء الروح القدس يعطي قوه للشهاده، يعطي برهان لهذا الروح الذي امتلأت به. انا مش بقول كده عشان ادين اي حد، ولكن انا عشان احفز كل واحد بيسمع النهارده، كل واحده بتسمع، ربنا يستخدمك في كل دايرة انت فيها لناس محتاجين. العالم النهاردة متوجع، الناس النهاردة بتئن فعلا من كل الامور اللي حواليها، ولكن احنا لنا رجاء، ورجاءنا لا يخزي ولا يخزى ابدا، لان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. معنا اتصال اخير هناخده قبل ما نبتدي نصلي، من اخونا شاول من مصر على الفايبر. الو. ايوه سأخير. صباح الخير. صباح النور، اتفضل اخويا. ماشي، انا طلب بس طلب السلام من اجل اخويا الكبير هو في القاهره اسمه شار. طلب
ربنا اهم حاجه انه الله بس يرد نفسه تاني. بيمر بظروف نفسيه من صعبه جدا، واذا كان هو الظروف دي بسبب ظروف راحت حاجات راحت منه، اتمنى ان الله يعني يتلامس معاه ويرد نفسه ويعود عن الحاجات اللي راحت منه يعني. امين. دي اهم حاجه ان الله كمان يتلامس معاه يشفيه برضه روحانيا ونفسيا من ناحيتين برضه. امين اخويا، هنصلي من اجل اخوك الكبير النهارده الرب يرد كل مسلوب فعلا، ونؤمر كده عدو الخير انه ليس له حق في موارد واموال وكل هبات الله المعطاة لاولاد الله. ان النهارده هنتحد دلوقتي بعد دقائق قليله جدا هنصلي، عايز كل انسان مؤمن حول العالم النهارده بيسمع هذا النداء وهذه الرساله انه يتحد معانا. النهارده في احبائنا بعتين كتير قوي على التكست يمكن ما اتصلوش على الهوا، هنصلي من اجل كل طلبه. في ناس مش عايز تذكر اسمها، الله يعرف جيدا اللي انت بتمر بيه وهو يريد، ولكن ندي دعوه دايما للشفاء الروحي. ان النهارده لو انا انسان مولود في اسره مسيحيه او غير مسيحيه، عايز اقول لك ان الهنا يستطيع النهارده ان يمتلك قلبك ويغيره وياتي ويسكن بروحه فيك ويجعلك هيكل للكرامة ويملأك بروح القدوس وتكون مستخدم ومثمر لمجد الله. فإن احنا هنصلي دلوقتي من أجل كل أحبائنا. تفضل يا إيفون. أمين. يا رب أنا بشكرك من كل قلبي يا رب، بشكرك لأن الإنجيل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة مش بالحكمة الإنسانية المقنعة لكن بقوة وبرهان الروح القدس. أشكرك يا سيدي الرب، بصلي النهاردة رب أولا من أجل كل واحد وكل واحدة لسه ما خدش الخطوة دي يا رب وقال لك أنا محتاجك أنت، قدم لي دلوقتي. قل له النهاردة أنا في احتياج إليك أنت، هو يحبك. قل له النهاردة أنا رب بتوب عن كل الأيام اللي أنا عشتها بعيد عنك، وباجي النهاردة بقول لك استلمني، باجي النهاردة وبرفع إيدي وبقول لك أشكرك لأنك مت على عود خطايا الصليب من أجلي أنا يا سيد الرب، وغفرت كل خطيتي ومنحتني حياة أبدية. يقوله أنا بؤمن بيك النهاردة، استلمني علشان أنا عايز أكمل حياتي كلها معاك. يا رب النهاردة بصلي من أجل كل واحد وكل واحدة يا رب رافع إيده إليك دلوقتي وبيقولك استلمني واستقبلني. يا رب أنا بشكرك النهاردة على امتلاء الروح القدس، ناس كتيرة طلبة لامتلاء الروح. بصلي يا سيد الرب إنك تسكب من روحك على كل بشر عطشان أمامك الآن. أمين. يا سيد الرب افتح إيدك أخويا وأختي قوله إمليني يا سيد الرب أنا عطشان. يا رب بباركك من كل القلب لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، لكن عندنا نحن المخلصين هي قوة الله. أشكرك لأني على عود الصليب دفعت ثمن خطيتي ودفعت ثمن شفائي وتحريري بالكامل. تعالى روح الله القدوس بندعوك يا رب في المكان يا رب، وفي كل إيد ممدودة لك النهاردة، كل إيد يا رب محدودة على جسد تعبان يا رب دلوقتي، تعالى تفضل بقوة غير عادية. احنا بنيجي النهاردة رب زي الرسول بولس ما بيقول في ضعف وفي خوف وفي رعدة، لكن احنا رب النهاردة معتمدين عليك انت، جايين مدخولين على عملك انت، عارفين انك انت الوحيد اللي بتشفي. تعالى النهاردة اتقدم يا سيد الرب، تعالى في اسم يسوع بحط اخويا رب قدامك، بحط صفوة بيقول يا رب حساسية في الجيوب الانفية، بحطك قدام عرش النعمة أخويا الآن في اسم يسوع. بننقب السقف أمامك يا سيد الرب وبنقول لك تعالى واشفي الحساسية دي باسم يسوع. أمين. هاني بيصلي اللي يلاقي عمل ويسدد ديونه. أنا بشكرك يا رب لأن السنة دي لسه ما خلصتش يا رب، سنة تسديد الدين، سنة اليوبيل باسم الرب يسوع. بصلي لأبواب يا رب غير المعتادة. أمين. تتفتح أمامه باسم الرب يسوع وتسدد أنت كل دين وكل احتياج. أختي ألفت ورم في المخ، يا رب بحط أختي أمامك النهاردة وبقول لك تعالى وقل كلمة فيبرأ الغلام. كلمة منك أنت الآن يا سيدي الرب بتغير الحالة باسم يسوع. بنؤمر السرطان اللي في المخ يتلاشى ويموت، كل خلية سرطانية باسم الرب يسوع تستقبل شفاء الآن من إيدك أنت يا رب.
أختي إيفون تعب في الحجاب الحاجز، بحط أختي قدامك وبقول لك تعالى وتمجد. أختي ماري ألم شديدة في العظام باسم الرب يسوع، أختي بننتهر كل ألم من عظامك الآن، بنؤمر الألم ده يرحل من عظامك الآن إحنا وعلى الهوى باسم يسوع. يا رب تجدد مثل النسر شبابها. أختي مجدة ومجدي شفاء وقوة من الروح القدس باسم الرب يسوع، شفاء كامل يا سيد الرب لأنك دفعت ثمن شفانا، بنستقبل هذا الشفاء باسم يسوع. كاتي سرطان باسم الرب يسوع، شفاء كامل من السرطان دوت، كل خلية سرطانية تموت الآن تحت الدم، تحت سلطان دم يسوع باسم الرب يسوع. تعالى رب بشفاء كامل. أخويا ديفيد ينجح في المادة يا رب، أنا بحطه أمامك النهاردة وبقول لك نجاح باسم يسوع. أختي مجدة أعصابها تهدأ يا أختي، بتكلم ليك بسلام يسوع، امتلكي بهذا السلام النهاردة يسوع. قالهم السلام اللي أنا بعطه لكم ما يقدرش أي حد ينزعه منكم، سلام وسلام كامل باسم يسوع يفوق كل عقل. بصلي النهاردة أنك تمتلئي بهذا السلام. أخويا معين اكتئاب وأفكار غريبة باسم الرب يسوع، بنكسر من عليك روح الاكتئاب إنها تفارقك الآن، وتمتلئ بروح الفرح، تمتلئ بروح السلام، تمتلئ بكل طمأنينة باسم الرب يسوع. أخو أبويا السماوي أفكار غريبة، بصلي إن أفكاره تكون أفكار المسيح. ألن ضع ألن ضعف باسم يسوع يتقوى. نيفين سكر والتهاب، سكر والتهاب في العظام، شفا ليكي أختي، يشفيك يسوع المسيح. فانا صلاة من أجل البيت باسم يسوع، أنت وبيتك للرب. أخويا رفقي بنكسر من عليك كل سحر وكل شعوذة باسم الرب يسوع. أخويا شاول ظروف نفسية، تعالى يملاه يا سيد الرب من فرحك أنت، ونفسيته تكون نفسيتك أنت، ترميم كامل ليك. شيرلي ترميم علاقات أسرية، بحطها قدامك يا رب النهاردة، بقول لك تعالى بغفران على البيت ده، تعالى بمحبة على البيت ده، اسكب من روحك على البيت ده بطريقة غير عادية. أشكرك لأنك تعمل معنا وتتمم الكلام اللي احنا بنقوله بالآيات التابعة. أشكرك لأن إيماننا مش بالكلام يا رب لكن بالقوة، لك المجد والكرامة في المسيح يسوع. أمين أمين. شكرا يا أبون من أجل الصلاة، وشكرا أحبائنا في كل مكان اتحدتوا معانا النهاردة من أجل كل واحد النهاردة في معاناة، في مرض، في محنة، في يأس، في ضعف، ولكن النهاردة روح المسيح الروح القدس يعمل بقوة غير معتادة عشان يكون بشارتنا وكلامنا ليس بحكمة الناس المقنعة ولكن ببرهان وقوة الروح القدس. النهاردة احنا يمكن اخر برنامج للسنة دي وداخلين على السنة الجديدة، ان الهنا يريد النهاردة ان يحرر ويشفي ويعمل من خلال روح القدس في كنيسته ويزينها بالمواهب. نشكركم أحبائنا لحسن مشاهدتكم، الرب معكم. لمسة حياة.